بسم الله الرحمن الرحيم، معانا يا ولاد بإذن الله الدرس الرابع والأخير في الوحدة الخامسة، اسمه إيه؟ التمثيل البياني. لمين؟ للمتغير التابع والمتغير المستقل اللي خدنا عليه درسين سابقين، نفس الدرس معانا ولكن بالتمثيل البياني. تعال نربط المسائل الحسابية بالجداول البيانية. بيقول لي إذا كان ثمن الكتاب الواحد 20 جنيه، ده تمن مين؟ الكتاب الواحد المفرد يا لانا. طب لو انا اشتريت عدد من الكتب وما قلتلكش عددهم، قال لي خلاص هنسميها اكس. طب لو انا دفعت فلوس، قال لي خلاص هنسمي تمن الكتب واي. تعرف يا مستر حامد تكون لي معادلة؟ اقول له اه، التمن هو المتغير التابع، يبقى نقول واي بتساوي تمن الكتاب 20 جنيه نضربه في اكس اللي هي عدد الكتب اللي كتبه مستر حامد ده يا لانا، اسمه ايه؟ ده المعادلة، واي بتساوي 20 اكس، يعني تمن الكتاب في عدد الكتب. ال20 تمن الكتاب الواحد، الاكس هي المتغير المستقل او المدخل وبتمثل عدد الكتب في المسألة، الواي هي المتغير التابع أو المخرج وبتمثل ثمن الكتب. طيب بالنسبة لعدد الكتب، خلي بالك يا عم، يقول لي من إيه؟ أقول له أنت ما قلتليش اشتريت كام كتاب؟ قال لي طب إيه رأيك لو عملت لك جدول وأنت تخيلت وعشت براحتك؟ قلت له إزاي؟ قال لي تخيل إن أنت اشتريت كتاب، أقول له يبقى ب 20 جنيه. طب لو كتابين ب 40 جنيه. طب 3 كتب، 3 في 20 ب 60. طب 4 كتب، 4 في 20 ب 80. طب 5 كتب ب 100 جنيه. يبقى هنا مرة نستعمل الاكس بواحد، مرة نستعمل الاكس باتنين، ونجيب الإجابة زي ما انتوا شايفين. جميل جميل. تعالى بقى ازاي نمثل اللي احنا عملناه ده بيانيا، مش المعادلة واي بتساوي 20 اكس. ايوه يا مستر، بص للجدول، الواحد مع ال20، الاتنين ب40، التلاتة بستين. ازاي نعمل الجدول ده على شبكة بيانية؟ ازاي؟ بعد ما تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم اقول لك، ادي الصف الاولاني بتاع الاكس، وادي الصف اللي فيه الواي، هنا بيمثل عدد الكتب، هنا بيمثل ثمن الكتب، الواحد مع ال20 راح المستر عاملها لك في قوس اسمه الزوج المرتب، الاتنين مع ال40، التلاتة مع الستين، الأربعة مع التمانين، الخمسة مع المية. طب إزاي نرسمها على الشبكة التربيعية؟ بنعمل محورين، المحور ده اسمه إكس والمحور اللي فوق اسمه واي. هنا المتغير المستقل اللي هو عدد الكتب، هنا المتغير التابع اللي هو ثمن الكتب، ونرقم دي زي الإكس بالظبط، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، ونرقم اللي فوق زي الواي، 20 40 60 80 100. طب نمثل ازاي يا مستر حامد؟ خلاص يا مستر الترقيم سهل، ورينا بتعملها ازاي. الواحد معاه كام؟ 20. شوف المستر هيعمل ايه؟ اروح للواحد افقي واطلع للعشرين راسي ونحط نقطة. طب 2 مع 40، نروح للاتنين نطلع للاربعين. طب 3 مع 60، نروح للتلاتة ونطلع للستين ونحط نقطة. طب الأربعة مع التمانين، روح للأربعة وحط نقطة مع التمانين، روح للخمسة وحط نقطة مع المية، وهكذا. اللي أنا رسمته ده اسمه إيه يا شطار؟ التمثيل البياني للبيانات. يلا ناخد واحدة كمان. بيقول لي إذا كان عمر مالك يقل عن عمر خالد ب3 سنين، يبقى مين اللي أكبر؟ ها، خالد. مالك أقل بتلاتة، يبقى خالد أزيد بتلاتة. قال لي طب افرض إن أنا سميت إكس ده اللي هو بيمثل خالد، وسميت واي اللي هو بيمثل مالك. جميل جميل. تعرف تكتب لي معادلة؟ كون يا مستر حامد معادلة. أقول له جميل، أنت بدأت الكلام قلت إيه؟ قلت لي إن مالك هو اللي بيقل، تمام، وأنت سميت مالك إيه؟ قال لي واي. قلت له يبقى أبدأ بواي، واي اقل من مين؟ من الاكس ب3، يبقى واي بتساوي اكس ناقص 3. ايه اللي كتبته ده يا مستر حامد؟ ده دي المعادله. امال العلاقه ايه؟ العلاقه اسمها طرح 3 يا ولاد. في فرق بين كلمه العلاقه وكلمه المعادله. المعادله فيها علامه يساوي،
جنب يمين وجنب شمال، انما العلاقه بتقول لي حصل ايه؟ ده بيقول لك ملك اقل بثلاثه، يبقى طرح ثلاثه. طب ازاي نعملها بيانيا؟ هنعمل جدول للاكس وتحته جدول للواي، وبعدين نختار ارقام. انت عندك هنا اهو ان بيقول مالك اقل بثلاث سنوات، اقل بثلاث سنوات، يعني لو انا كتبت واحد عند مين؟ عند واي اللي هو خالد، يبقى الولد التاني ايه؟ هيبقى ازيد منه بثلاثة، يبقى اربعة. طب لو انا اديت هنا للواي اللي هو خالد اتنين، يبقى اللي فوق ازيد منه بثلاثة، يبقى خمسة. طب لو كان ثلاثة زود ثلاثة يبقى ستة. طب لو كان أربعة زود ثلاثة يبقى سبعة. يبقى دي العلاقة، وادي المعادلة، وادي الجدول البياني. طب ازاي نمثلها بيانيا؟ هنعمل خط للإكس وخط للواي. جميل جميل. ونعمل اهو ادي ترقيم من واحد لعشرة، وادي ترقيم من واحد وانت طالع. جميل جميل. اول خانة مين؟ الاربعة قصادها واحد، نروح للاربعة ونطلع للواحد. طب خمسة مع اتنين، نروح للخمسة ونطلع للاتنين، نروح للستة ونطلع للتلاتة، نروح للسبعة ونطلع للأربعة. أدي التمثيل البياني يا ولاد. تعال نشوف واحدة كمان. تمن الكراسة الواحدة 5 جنيه، ده الكراسة الواحدة. تعرف تجيب لي العلاقة اللي بين عدد الكراسات اللي أنا سميتها إكس وتمن الأقلام اللي أنا سميتها واي؟ أقول له تمام. هي الواحدة بكام؟ قال لي بخمسة جنيه. يبقى نقول العلاقة إزاي والمعادلة؟ نقول واي بتساوي هي الكراسة بكام؟ بخمسة جنيه. طب عدد الكراسات انت ما قلتليش عليه، يبقى نسميه اكس يا ولاد. ايه اللي كتبه مستر حامد ده؟ ده دي المعادله يا ولاد. اهو كون جدول بياني، لسه هنكون الجدول بناء على دي. طب ازاي نجيب الجدول البياني ده؟ اهو نعتبر ان اشترى ايه؟ كراسه واحده، يبقى الواحده بكام؟ بخمسة جنيه. طب لو كرستين يبقى 10 جنيه. طب 3 كراسات، 5 في 3 ب 15، هنا 4 في 5 ب 20، هنا 25. امال الاكس والواي دي بنعملها ازاي يا مستر حامد؟ بنعمل كده 1 و5، وهنا 2 و10، وهنا 3 و15، وهنا 24، وهكذا. تمام. بس عشان سن القلم اللي انا بكتب بيه تخين، ها هيشوه الحته، اديني قلتها شفويا. تعال بقى ازاي نرسمها، تعال نتعلم. ادي اكس وادي واي. الكراسه الواحده بكام؟ ب 5 جنيه. نروح للواحد ونطلع للخمسة. الكرستين ب 10، نروح للاتنين ونطلع للعشرة. التلاتة ب 15 أهي، الأربعة ب 20 جنيه أهم، الخمسة ب 25 جنيه، الستة ب 30 جنيه. ده اسمه الجدول البياني، ده اسمه التمثيل البياني. ونيجي لسؤال تاني، سؤال فكر. بيقول إيه سؤال فكر؟ يلا نشوف كده مع بعض. لعب محمد 4 ألعاب في الملاهي. الكلام ده إمتى يا محمد؟ قال لي قبل ما قابل صديقي علاء. يبقى هو لعب 4 ألعاب وبعد كده قابل صديقه علاء الذي لم يلعب حتى الآن. يبقى معنى كده إيه يا جماعة؟ معنى كده إن محمد متفوق على مين؟ على علاء ب4 لعبات، لأنه ما كانش لسه إجا. جميل جميل. بقول لك هنفترض إن إكس هي عدد الألعاب، يبقى السطر اللي فوق ده بيمثل اكس عدد الالعاب. جميل. وواي هو عدد الالعاب اللي لعبها محمد، يبقى اللي فوق ده مين؟ علاء. الصف اللي فوق بتاع اكس علاء، والصف اللي تحت بتاع مين؟ محمد. طب مين اللي تفوق؟ محمد. بكم لعبه؟ ب4. طب لو كان علاء زيرو، يعني لسه ما لعبش، يبقى ده زاد عليه 4. طب لو علاء واحد، التاني زاد عليه 4، يبقى 5. طب علاء اتنين، التاني زاد عليه 4، يبقى 6. زود 4 يبقى 7، زود 4 يبقى 8. شفتوا الموضوع ازاي؟ يبقى علاء اقل ب4، محمد اكتر ب4. وعملنا الرسم البياني، ادي الاكس اللي هي العاب علاء، وادي الواي اللي هي العاب محمد. يلا الزيرو مع الاربعه نعملها ازاي دي يا جماعه؟ تقف فين؟ برافو عليك، تقف عند الزيرو وتطلع لنقطه للاربعه. طب الواحد مع مين؟ الواحد مع الخمسة. ماشي، خلينا نمشي واحدة واحدة. الزيرو مع 4، فين الزيرو؟ الزيرو اهو. طب والأربعة؟ اطلع على نفس الخط وحط نقطة. شفت ازاي؟ طب الواحد مع الخمسة، واحد اهو ونطلع للخمسة. اتنين اهي ونطلع للستة.
تلاتة هي، ونطلع لمين؟ نطلع من التلاتة لمين؟ للسبعة، الأربعة، ونطلع للتمانية. آدي الجدول البياني، وآدي التمثيل البياني. ده ربط جميل بين مين ومين؟ بين المتغير التابع والمستقل وتمثيلهم بيانيا. يا رب يكون سهل وبسيط ومفهوم.